السلام عليكم أساتذتي الأعزاء، سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن الطريقة الثانية لكيفية إعداد الأسئلة بالصيغة QTI. في هذه الطريقة راح نستخدم برنامج. هذا البرنامج سهل وبسيط، هذا هو اللي هو Question Writer. الضغط عليه، ننتظر قليلا. طبعا هو برنامج جدا حلو، لكن هذه هي المشكلة. البرنامج هو عبارة عن ترايل 30 يوم. في حالة يعني ما دفعنا راح يتوقف، وبالتالي بعد ما نقدر نستخدمه. فنتمنى انه الاشخاص اللي عندهم اتصال الخارج يقدرون يتواصلون، وشلون نقدر ندفع، نتمنى يعطونا طريقة حتى نقدر نتواصل وياهم. فراح نقول له هسه اسك مي ليتر. هذا هي راح تنفتح واجهة البرنامج اللي هي جدا بسيطة. مثل ما نشوف امامنا نيو كويز اوبن كويز. بالنسبة ان احنا هسه راح نسوي هذا الكويز بدبل كليك. اوكي، انفتحت هسه. هذا كبر راسه شوية. اول خطوة نسويها انه نغير اسم الكويز دبل كليك. راح تظهر لنا هذه المعلومات، فقط نحتاج هذه الواجهة. فنسمي المادة مثلا برمجة واحد. مثلا الدرجات مال مادة البرمجة هو الطالب راح يمتحن من 60. اذا اوكي، خلصنا المرحلة الاولى. نجي هسه اني اريد اشتغل بالاسئلة. مثل ما تشوفون انا عندي عدة انواع من الاسئلة. مثلا هنا ملتي تشويسز، هذا هنا حيصير اللي هو ملتي ريسبونس، هذا ترو ام فولس، هنا اللي هي البارشال، الماتشنج، الفيل بلانكس، وهنا المقالية. فاول شغلة خلينا نجي هنا نختار هذا النوعية من الاسئلة دبل كليك. اوكي، انطاني هذا. هنا راح ندخل السؤال، نجي ناخذ السؤال، نجي ناخذ السؤال اللي هو هذا هسه. اوكي، ننتبه هنا صار اكو ترقيم، فنحاول نمسحها. طبعا ايضا هذا البرنامج يعطينا خاصية وضع صورة اللي ما قدرنا بالطريقة الأولى نهائيا من خلال Select File. راح نختار مكان الصورة اللي نحتاجها، أو نمسح مثلا صورة قديمة أو فايل قديم. أوكي، إحنا هسه ما نحتاج، نكمل. أنا هسه أخلي الخيارات اللي أريدها. أيضا ننتبه على هاي الشغلة. اوكي، حالة ثانية. ايضا ننتبه الحالة الثالثة. طبعا حسب الأسئلة اللي أنا وضعها هاي هي الحالة الصحيحة. طبعا أنا أخذت أوكي النسخة السابقة، بس داخل أسوي كوبي بس فقط للسرعة، لا أكثر ولا أقل. أوكي، فهنا الصحيح هاي خلصنا، حضغط على أوكي. هسه نضاف لي السؤال الأول. أريد أكمل بقية الأسئلة بالنسبة للمالتي تشويسز. أيضا راح أرجع أضغط هنا، راح ينطيني هسه بالنسبة للسؤال الثاني. أوكي، ناخذ السؤال الثاني. نجي ناخذ الاختيارات. كمل الاختيار الأخير. اوكي، الصحيح هنا بالنسبة انه ايهم هو الاول، فلهذا نجي هنا ونخلي هذا صح، نقول له اوكي. هسه اني كملت هنا، تشوفون عندي سؤالين.
هسه لنفرض اوكي انا اريد صيغه ثانيه من الاسئله ولنفرض ترو اند فولس، ضغطت عليها ظهر لي هسه هنا ترو اند فولس، راح نبدي نملي هنا. السؤال الاول اوكي نيجي هسه هل هو ترو ام فولس؟ نشوف اني لا هو عباره عن خطا، فبالتالي اذا هذا اللي احنا نحتاجه. طبعا هنا بقى انتبهوا الدرجه ايش قد نعطيه، فلازم ننتبه احنا يعني حسب الاسئله اللي حنسويها يعني بالمستقبل، يجوز مثلا هذا الفرع عليه درجتين، فلهذا نكتب هنا مثلا 2 ونضغط اوكي. اوكي ارجو ان يكون هذا الشيء واضح. فهسه حنكمل احنا حنقول خلينا نسويها 5 حتى نرتب الاسئله. اذا هنا 5 اذا اوكي حسب ثاني والدرجه عليها 5، هذا السؤال عليه 10 وهذا السؤال عليه 10، فهي صار ايش قد لحد الان؟ صار عندنا 25. نكمل بقيه الاسئله. اوكي انا ايضا اي ترو ام فولس فاضيفه، نجي نروح ناخذ اللي بعده. اني حسب اللي اللي موجود اني هذا ايضا هذا ترو، فاذا اوكي ما عندي مشكله. وايضا هنا نسوي 5، فهسه هذا اضفناه صار عندي هاي الاسئله. كملنا هسه مثلا اختيارات المتعدده بالنسبه للريسبونس هنا وضعنا السؤال، بنطلع لكم هذا الشيء قلنا نو، هاي اهم نقطه سده يا معناته صار اكو هنا مشكله بهذا السؤال. كليك هنا ايمن ومن ثم راح نقول له ديليت. اوكي نرجع هسه نضيف من جديد حتى لا تصير عندنا مشكله، حتى لا تصير عندنا مشكله اساتذتي الاعزاء. من يصير عندك هاي الحاله طبق الشيء اللي هسه انا سويته. نيجي ناخذ الخيارات المتعدده اللي بيها اكثر من اختيار، نيجي نملي هذا صحيح الاختيار. هنا هذا نخلي عليه صح. هذا اوكي. اسف هنا. هذا اختيار خاطئ فمن اختاره. وهذا الاختيار الصحيح الثاني. ايضا اخلي عليها صح، ومن ثم طبعا نفس الحاله اقدر هنا اخلي بيكتشر. اوكي ايش راح اقول له هسه؟ هقول له اوكي، هقول له اوكي هنا اخذ 10 درجات، اخذ 10 درجات. سؤال اخر ايضا هنا نقدر مثل ما قلنا نخلي صورة. هذا الاختيار خاطئ اللي بعده. اوكي نخلي صح امامه. هذا ايضا خيار صحيح وايضا نخلي صح. اوكي طبعا من هنا مثل ما قلنا ننزل لي جوا ونغير الدرجه، بس يعني انا لحد الان ما عندي مشكله خلي اكمل. هسه حسب اللي عندي 10 20 25 30 40 50، إذا بعد أحتاج سؤال، فلنفرض راح نخلي سؤال مقالي. أوكي جينا هنا أوكي إذا نفس الحالة قلنا سد، نوقف هنا كليك أيمن نمسحه نمسحه، نرجع من جديد نضيفه. هسه تحمل بشكل صحيح. هسه هنا ننطي هذا السؤال المقالي لهنا، نوقف. اوكي طبعا ايضا نقدر هذا هو
الحدود مالته. وهسه شو راح نقول له؟ راح نقول له اوكي. هسه اني بالنسبه لي طبعا اقدر استعرض هنا الاسئله وكيفيه صياغتها، بس هذا مو هذا المهم، انا ما يهمني هنا، انا يهمني بالمنصه. فهسه شو راح اسوي؟ اجي اسيف، اسيفها، راح اقول له سيف كويز، وانطي فيها تسميه معينه، واخليه مثلا على الديسك توب. هنا لازم اني انطي فاير نيم، لازم اني انطي اوكي، ولنفرض راح انطي كيو. اوكي سيفته. هسه من راح اسده؟ من هنا اسده، سديناه. هسه شو راح اقول له؟ اوبن كويز. لازم اسده، حتقول لي مو انت اوكي، اقول لك لازم اسده وارجع افتحه. اختاريته، اقول له هسه اوبن. هسه رجع هو انفتح نفسه. هسه بس هو لا، هو هاي الطريقه حتى تضمن نجاحها. اروح وين؟ على ببلش، اضغط هنا، اروح على في الشيء اسمه اكسبورت، حوله از اتش كيو تي اي، اضغطها هنا، انتظر قليلا، حيقول لي اوكي، متاكد؟ اوكي، حنقول له يس. هسه هو شنو اللي صار؟ انا عندي هياته، اوكي، هياته باسم ايش؟ بهذا الاسم موجود على الديسكتوب، راح تلقوه فايل، راح تلقوه ايش؟ فايل، حسده منه واسد هذا البرنامج، يعني بعد ما احتاجه هذا البرنامج راح اسده. ننزل هسه الاسئله، يا ترى وينه؟ هو هياته هذا، هذا لا مو هذا، لان هذا القديم لا تنسوا احنا سميناه بايش؟ بالكيو. فاذا لازم ادور عليه، هذا هو، هذا هو. شو راح اسوي هسه؟ كليك ايمن، هاي الخطوه مهمه جدا، اوقف هنا، اد تو اركيف، اضغط عليه، انتظر شويه، اخليه هنا كزب، اوكي، وارجع شو اقول له؟ اوكي، حسب تعليمات اللجنه الامتحانيه وحسب تعليمات رئاسه الجامعه يفضل انه اخلي له باسورد هنا، واكتب فد باسورد فقط لاغراض الحمايه، لان على اساس في حاله انه انت دزيته بشكل خطا لاي شخص اخر، لطالب بالخطا الى اخره، يكون على الاقل محمي بكلمه حمايه، رغم حقيقه اكو هوايه برامج تفتح كلمات الحمايه، وبالتالي يعني هي خطوه بس، يعني بس اكو هوايه برامج تقدر تفتح وتتعرف على كلمات السر. المهم، فبالتالي اذا اني هسه شو حسوي؟ حقول له اوكي، وين ظهر؟ نبحث عن نهاياته. لهنا أنا طبعا خلينا نقول الموضوع خلص، هل يا ترى خلص كله؟ بقت شغله بسيطه ان شاء الله. هسه هذا راح نرفعه للمنصه ونشوفه يشتغل ولا لا. فراح افتح المنصه، اروح للمنصه، هاي هي المنصه. طبعا المفروض اني شو حسوي؟ راح اني اروح لل بس ثواني، هاي احنا بدنا نشتغل هنا او اوكي، وين اروح؟ للصف، هذا هو بالنسبه لي، هذا الصف مالتي. وين اذهب؟ الى السيتنج، اوكي. من اذهب الى السيتنج وين اروح؟ اروح هنا امبورت كورس كونتنت، اضغط عليه، ننتظر شويه. اوكي هسه شو حسوي؟ راح اقول له هنا سيلكت 1، انزل للاسفل، هذا هنا كيو تي اي زيب فايل، ضغطت عليه، راح يقول لي وين موجود؟ حقول له تشوز فايل، حقول له هو هذا، اوبن، حمله. هسه شو حقول له؟ اوكي ارفعه، انتظر شويه. بعد هنا ننتظر شويه، راح يبدي هسه يسوي رننج، ان كانت النسخه مضبوطه وهسه حتبين. اوكي كومبليت، اوكي جيد جدا. هو ايش يقول لي؟ ترى هو متكون من 7 اسئله. زين، انا شلون اعرف انه هو وصلت والشغل صحيح؟ طبعا انا طبعا هسه اكو فد شيء جماعه اللجنه الامتحانيه حيسووه، اللي هو حذف الفايل اللي صعد، هاي بعدين ناخذه بغير محاضره. احنا هسه دا اشوف هذا الفايل اللي صعد مضبوط يشتغل طبيعي الى اخره. فوين راح اروح؟ على كويزز، لان هي اكيد، لان اول ما صعد هاي ملاحظه مهمة قلناها احنا يعني سابقا، اول ما راح يصعد كشكل كويز، راح يظهر مباشرة، حيظهر بالكويزات، فيظهر بشكل كويز. اضغط هنا بالكويز، ننتظر قليلا. طبعا هو هياته، لان انا مرتين مسميه بالكبرمجة واحد، اوكي، بس لان النسخة الأولى والنسخة الثانية، فهسه نجي نفتحها.
افتحها هسه. هسه كانه حيبدي كامتحان، انا بس بدي اشوف هذا الشغل مالتي كان صح كبريفيو. بعد ضغطنا هنا اوكي، هياتها الاسئله. زين هياتها الاسئله. زين اذا اريد اشوفها من نظر الطالب يا ترى، هاي هسه هاي تشوفوه هاي الاسئله اللي هسه انا صعدتها كلها. زين اذا اريدها طبعا اقدر منها اتنقل بالاسئله مباشره، بس اضغط عليها راسا يوديني الاسئله. اذا اشوفها من ناحيه الطالب ايش راح اشوفها؟ فنروح نضغط هنا ستودنت فيو، ضغطت هنا. طبعا هنا اكسس لين بعد ك ك كاكسس هو ما مفتوح. اوكي هذا خطأ من عندي، كان المفروض اني افتحه حتى نقدر نشوفه. اوكي ما يخالف، بس احنا تاكدنا انه الملف ما بي مشكل من خلال انه من وصلناه لازم نغلق الستودنت فيو. فاذا شغلنا صحيح. اتمنى ان يكون هذا الشيء واضح، ومحاضرة ان شاء الله الجايه.